اليوم مهرجان كبير قوي قوي قوي، مستر اولمبيا، كاس العالم للانديه اذا احنا قلنا موقعه في الرياضه العالميه بالشكل ده، بيحصل على ارض مصر. حلم الشباب، كل شاب كان يحلم انه يروح يسافر امريكا عشان يحضر مستر اولمبيا، وده كان بس حلم لا يتحقق الا بصعوبه شديده والقله قليله. الحقيقه بفوز بجرامي حصل طفره، وللسنه الثانيه وحصل صحوه شبابيه عاليه جدا، والحلم ابتدى يكبر وقرب لانه يبقى يتحقق للشباب. شفت حاجات مثلا، هقول لك ايه، دي الجينات المصريه حاجه جينات جميله جدا. يعني حتى بالمنس فيزيك، عارف، بيطلعوا اول عشرة، والله مش يعني الجادجز، عارف، الحكام مش عارفين يطلعوا مين الاول ومين الثاني، عشان كلهم ما شاء الله، سبحان الله ما شاء الله. فاكيد انا يعني هنشوف ناس كتير باذن الله بالاولمبيا. اليوم ده طبعا ما حصلش قبل كده، يعني عامه اللي جه اتفرج موهوم بالمسرح، موهوم بالبطوله، لان البطوله دي اول مره في تاريخ مصر تتعمل بالشكل ده. هي اصلا ما اتعملتش كمسمى مستر اولمبيا في مصر، ما اتعملتش قبل كده ولا كانت هتتعمل لولا المجهود تبع مستر اسلام كرتون وزير الشباب والرياضه. طبعا المجهود اللي هم عملوه ده كله عشان يعملوا البطوله دي في مصر كان صعب جدا، وده حلم الشباب كتير. دي فرصه لكل شاب يحلم بيها، لان هي جايه لك في بلدك، فرصه تطلعك للاس فيجاس امريكا، حلم لاي شاب. تقدر تحقق نفس الحلم بتاع بيج رامي، تبقى في لاس فيجاس. لا جميله بصراحه، احسن تنظيم. دي رابع بطوله يلعبها في مصر، ده احسن تنظيم بيتعمل بصراحه. كي اسكواد ممتازين جدا. المهرجان النهارده على اعلى مستوى، لعبه ابتديها منتظر المكان اللي بتقعد فيه الاول قبل الرش. دلوقتي احنا اترشينا هنشارك، والمنظر السيرج جميل، الناس والتحضير، بدايه الموضوع اصلا من الاول اليوم. حتى امبارح هقول امبارح ناخد الارقام، تنظيم فوق، يعني فوق، في اعلى على اعلى مستوى. انا مبسوط بصراحه جدا.